الخطورة تجعلها تهدد بالانتحار. ده أو. العنوان بعد وفاة جدتك، صح؟ ما هددتش، هو غصب عني مش بمزاجي. ايه اللي كنت هالقد قريبة من جدتك؟ كلنا قراب، بس انت توصلي لهالمرحلة وتتعبي نفسيا بهذا الشكل؟ هي كانت مالية حياتي كلها، هي ربتك؟ عشنا مع بعض سنين كتير، 15 سنة يمكن. آه. فعقلي مش مستوعب انها في يوم من الايام اصلا هتموت، فدي حاجة كانت كبيرة. وبحاول اعود نفسي ان الهام في فترة هتيجي مش تبقى موجودة، فبحاول ابقى واقفة على رجلي ومستعدة للوقت ده. كنت قايلة لناس من اصحابي قريبين، خدوا بالكم لو حصل حاجة زي دي ما تقلقوش ساعتها، انا مش هبقى فاهمة، مش هستوعب، اقلقوا عليا بعدها بفترة. طبعا كل الناس نسيت الكلام، ولما ده حصل بعدها بفترة انا محدش بيعزيني، سبت العزم، ما كملتش العزاء ومشيت. ولما اي حد يجي يقول لي كده اقول له لا، فانا في دماغي انها مسافره، هي مسافره شويه هتيجي، هي في البيت، هي في اي حته، انا في الشغل، مش عايزه احس انها. فلما قررت اواجه في الفتره دي، كنت مع واحده صاحبتي مش عايزه تسيبني اسراء شويه، ففضلت برضو مشتتني شويه شويه شويه، فقلت لا بقى انا كويسه، انا هواجه، انا هروح البيت. انا روحت البيت من هنا، هو فيش يومين جت صدمة بقى، فمكان اكتئاب ما بعد الصدمة كبير جدا. ده عمل لي اوريدي، انا كان انا عندي شوية يعني الاكتئاب ده حاجة مش ظريفة عندي، حصل لي مرتين ساعة مسلسل ولاد تسعة، وبسببه قعدت في البيت شوية بتعالج منه علشان تعمقت في الشخصية جامد، فعمل لي اكتئاب. فلما رحت الدكتور قال لي بتعملي ايه في حياتك؟ قلت له بمثل وفي البيت ما بعملش حاجه مع جدتي او مع عائلتي وبصور. ايه في حياتك الشخصيه؟ قلت له هم دول. ايه لا، انت محتاجه بريك شويه، مش كل حاجه تمثيل تمثيل، مش كل حاجه ادوار، لازم يبقى في حاجات كتير بتعمليها. فكان عنده حق، خدت شويه على قد ما اقدر وانا بصور. وفقت الحمد لله، اول ما فقت قلت يلا بقى اركز، واول ما بدات اركز كانت دي تاني صدمه. فلما دخلت تاني نوبة اكتئاب دي كانت أشد بقى بكتير. حصل معاك ايه؟ شبه شلل بسيط مش قوي، يعني الاكتئاب ده كان جامد جدا، فما كنتش ساعتها الدكتور يعني الحمد لله أنقذوني بدكتور كويس جدا جدا، هو قال لي انتي وصلتي لحتة محدش بيوصل لها، مش حاسة الحياة زي المية كده، لما حد بيشرب مية هو حاسسها بس هي ملهاش طعم، هي دي الحياة، هو احنا عايشين ليه؟ طب هو انا عايزه ايه؟ انا مش عايزه حاجه. طب عايزه تبقي نجمه؟ لا. عايزه تروحي مكان؟ عايزه. طب عايزاها ترجع تاني؟ لا، مش عايزه اي حاجه. كل اللي انا عايزاه انا مش حاسه بمتعه غير ان انا لو في دور عالي قوي وبنزل، هو ده اللي انا عايزاه، ده اللي انا حاسه الصدمه دي هي اللي هتفوقني. حاولت، مفيش، عضلاتي بقى بدات لوحدها ما بتحركش، لازم حد عشان اروح مشوار مثلا لازم حد يمسكني كده، في عايزه اقوم من على الكنبه لازم حد يسندني، ودي مش انا قويه، انا جامده، انا بجري وبروح وبعمل. فلما وصلت المرحله دي لقوني كده بقى بصراحه، واحد صاحبتي ما سابتنيش لحد ما وصلوا الدكتور، ورحت له قلت له انا اجمد من كده وعندي باور بس مش قادره، انا سليمه، انت شايفني انا اهو مش مشلوله، بس انا حاسه ان انا مشلوله، يعني انا متهيألي لو انا مشلوله هبقى بكسر الدنيا، بعمل حاجات كتير، ازاي رجلي سليمه ومش قادره اقف عليها؟ فده كانت اكبر حادثه حصلت الفتره اللي فاتت. انت حاولت تخطفيها من المستشفى او خطفتيها؟ خطفتيها؟ لانه لما تعبت وديناها، انا بقى مش مستوعب قوي، فوديناها اول مستشفى نلاقيها، فما انبسطتش، ما كانش فيه، كان لازم رعايه، وللاسف ما كانش عارفه اوصل لحاجه بسرعه. اول ما وصلت لحاجه الحمد لله، يعني كلمت دكتور كبير قوي في مصر ووفر لي في مستشفى، وحد تاني وفر لي في مستشفى تانية، فالمستشفى اللي انا فيها رافضة تخرجها، ولما بيجوا يعملوا اشعة معينة على المخ او حاجة بيخرجوها من المستشفى يودوها مكان تاني يعملوا، فلا انتوا مش هتقعدوا تعملوا لي كده وكده، انا عايزة اطمن وعايزة اروح مستشفى انا مستريح نفسيا فيها. فما نزلت الاسعاف انا بلغت اهلي قلت لهم انا مش راجعة،
اقعدوا في المستشفى واتخانقوا مع اللي هتتخانقوا معاه، واللي يحصل يحصل، بس انا مش راجعه. هو مش فاهمين. نزلت ركبت الاسعاف، واللي كان موجود قلت له انزل. اي نعم، قلت له انزل انزل واتصل بيهم قول لهم انا خطفت الاسعاف، ويعملوا اللي هم عايزينه. فقالينا، قلت له انا بقول لك خطفتها، عايز تكمل معانا اتفضل، انا رايحه مستشفى تاني، عايز تنزل الباب هيتفتح وتنزل، والسواق اللي سايق هيسوق يسوق، مش هيسوق هنزل اسوق، واللي انتوا عايزينه اعملوه بقى. هو بصراحه انا ما اعرفش كنت بتكلم كده ازاي، بس انا هلحقها، انتوا مش هت... محدش هيحوشني، وعلى اتم استعداد هفتح الباب وانزل ده بالعافيه، اجيبه كده انزله واسوق الاسعاف وامشي. بس بصراحه الحمد لله يعني الاسعاف مشيت ودوني لحد المستشفى، ومش ندمانه على قراري ده. و ما لحقتهاش قوي، بس لحقتها 3 ايام يعني، انا على الاقل كنت مستريحه نفسيا في الفتره دي.